كوكو البنات، مرحبا بكم في فيديو على القناه ديالي سعيده البيوت. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو بمناسبه العيد. دابا العيد قرب ان شاء الله، مبروك عواشركم، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا. شي جاب حوالي ولا مازال؟ قولي لي في لي كومونتير شنو الضوء كل وحده فيكم في العيد. شاركوا معايا تجربتكم في العيد. الا بغيت ندير لكم فيديو فلوغ ديال العيد خلوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش ما تنساوش بيان سور تابونا في لاشين ديالي باش تكبر، باش نوليو عائله كبيره. راه يطلع لكم هنايا الرابط، اشتركوا على سبسكرايب وكليكيو على الجرس باش اون فوا نحط لا فيديو يوصلكم نتوما الاولى. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه فريمون زوينه مع دابا الصيف والشمس، و كتشد فينا الشمس والوجه كيتبدل لون. وهذا الوصفه فريمون غادي تعجبكم، غادي تتنال اعجابكم انا متاكده، خصوصا الناس اللي كيقلبوا على وصفه لتوحيد البشره والبياض من اول استعمال. وتهنيكم من الادخال ديال الحبوب. فريمون هاد الوصفه غادي تتنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الوصفه. يلا معايا، اول حاجه غادي ناخذ معلقه ديال الفرش، معلقه كبيره ديال الفرش، معلقه ديال الشوفان المطحون، غادي ناخذ شويه، ناخذ المعدنوس نديروه في الماء حتى يغلي 30 دقيقه ونخويو منه هنايا باش نخلط الخليط. من بعد نزيد عليه معلقه ديال المواد، نخلط مزيان حصل على خيط بحال هكا. ونتلاقاو باش نطبقوا الوصفه على الوجه ديالي. نبدا الخليط حصلنا عليه هو هذا بحال هكا. نفس الوائد ديال الماء ديال المعدنوس كيبيض فريمون، كيعطي واحد اللمعان، واحد فريمون كيبيض الماء ديال المعدنوس. بقاو دائما تدخلوا في الوصفات ديالكم. دابا غادي نطبق هاد الوصفه على الوجه ديالي ونشوفوا النتيجه. تخيلوا عندي لي بانسو ديال لي ماسك، انا كيعجبني نطبق لي ماسك بيدي، معرفتش علاش كتجيني يدي حنين على وجهي. مكاينش اللي حنين على وجهي قد يدي البانسو محنينش ود اللذينة. نحاول نطبقوا الوصفة طبقة سميكة ماشي طبقة يعني رقيقة باش في الأخير من بون غسوان نوصلو على شكل بونغ. بيان سيغ مغاديش نساو العنق ديالنا، هادشي كامل نحاول نطبقو على العنق ديالي. ندير ليها هاكا غنخليو 20 دقيقة ونتلاقاو باش تشوفو النتيجة النهائية ديال هاد العشب كامل. من بعد غنخلي الماسك 20 دقيقة نشف مزيان، كتشوفو لي مكنقدرش نهدا بيان سيغ حيت الماسك نشف 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 نشف. المهم دابا غادي نغسل الماسك على شكل كومونس، ماشي نجي ونغسل، ندير شويه ديال الما ونغسل. أنا بقيت نزل الماسك نبقاو نديرو هكا بحركات دائرية على شكل كوماج. شوف شوف هاد لاغاطي لي فيها هكا،
عطيت غسلو بالماء ونطلقو بالجبن. البنات رجعت لكم باش نوريكم نجد الوصفه هي هذه. فريمون انا دائما هذا المنجد دائما كنستعملهم، ولكن اول مره غادي نجرب الماء ديال المعدنوس. فريمون انا بيدي انبهرت بالنتيجه، ما كنبالغ ما والو، ولكن فريمون انبهرت بالنتيجه. بغيت نقول لكم واحد النصيحه، ما نبقاش نسمع شي بنات كيديروا في لي ماس ديال الوجه الحامض، حيت فريمون الحامض كتبغيو تعالجوا شي حاجه كتزيدوا فيه. انا الحامض كيدير التلف، كيرجع بالبقع الداكنه، يعني كيزيد يمرض لكم البشره ديالكم. المهم نورا هاد الفيديو اللي شافت الفيديو، ما نبغيش نعاود نسمع شي وحده كدير في لي ماس ديالها الحامض، حيت فريمون كيأدي البشره. الوجه راه شي حاجه غاليه، ما يمكنش تأديوه بالحامض. الحامض راه صعيب كأغريسي لكم البشره، يعني ما يمكنش، سيرتو مع الصيف راه بزاف، وهاد الطبقه الفوقانيه كتمشي مع الحامض. دونك نتمنى انكم تبقاوش ديروه. دونك هادي النتيجه. دابا الفيديو ديال اليوم تسالى، ما تنساوش تخليو لي كومونتير حيت كيعجبني نقرا لي كومونتير ديالكم. ولا بغيتو ندير لكم فيديو تجهيزات العيد خليوها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش تابعوني في لي ريزو سوسيو، انستغرام سعيده ال بيوتي، فيسبوك سعيده ال بيوتي. خليوا لي جيم ديالكم ولي كومونتير. دام قليلا نقول لكم الى اللقاء في فيديو.